دعا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا البعثات الدبلوماسية إلى العودة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي في العاصمة طرابلس، واصفا الوضع فيها بالآمن. وقد أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن لديها أدلة واضحة على قيام مرتزقة شركة فاغنر الروسية بزرع ألغام ومتفجرات داخل العاصمة وحولها، وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الليبي رصده وصول إمدادات عسكرية قادمة من مصر إلى مدينة طبرق شمال شرق ليبيا في ظل الاستعدادات لمعركة سرت. وللمزيد حول الموضوع معنا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد. أهلا بك عبد الناصر، ما آخر التطورات الميدانية الحاصلة من الجهتين؟ نعم، صباح الخير. بالنسبة لآخر تطورات ما تفضلت به، هو دعوة وزير الخارجية الداخلية فتحي باشاغا لكل البعثات والسفارات بالعودة إلى العاصمة طرابلس بعد تأمينها بالكامل. هذا يأتي طبعا ضمن التعديلات الحكومية التي أجرتها حكومة الوفاق الوطني، والتي تضمنت ثمان وزارات تحديدا من بين وزارة الداخلية، رغم أن فتحي باشاغا لا زال يشغل وزير الداخلية، إلا أنه سينتقل إلى وزارة الدفاع بعد تشكيل هذه الحكومة. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض، لعل من أبرزها الانسحابات التي تحدثنا عنها في السابق، وهي انسحابات عناصر فاغنر الروسية من محيط مدينة سرت، تحديدا من منطقة وادي جارف التي تبعد عن مدينة سرت غربا 25 كيلومترا. أيضا انسحبت من منطقة الجفرة ومن مدنها هون وسوكنة، كذلك طبعا انسحبت باتجاه الهلال النفطي شرق مدينة سرت، كذلك انسحب ما يقرب من 300 عنصر من عناصر الجنجويد، لكن ليس إلى منطقة الهلال النفطي بل إلى الجنوب الليبي، تحديدا إلى مدينة أوباري إلى حقل الشرارة النفطي، ما يعني استمرار إغلاق هذا الحقل وتوقفه عن الإنتاج والصادرات، إلى جانب طبعا منطقة الهلال النفطي التي أعلنت المؤسسة الوطنية رفع القوات، أعلنت القوى القاهرة عن صادرات النفط في ليبيا. كيف فصلت هذه الانسحابات لمجموعات فاغنر؟ ما هي الرسالة التي فصلت على أن عملية جنوب هي يراها البعض بأن هي استباق للعملية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق الوطني عبر غرفتها، غرفة عمليات سرت والجفرة تحت مسمى دروب النصر، التي ستنطلق قريبا ربما خلال أيام، والتي تشمل تحرير مدينة سرت وأيضا منطقة الجفرة. ما فسره البعض بأن هذه الانسحابات هي ربما تشير إلى بداية انطلاق هذه العملية، خاصة وأن غرفة عمليات سرت والجفرة أعلنت كامل استعدادها وتجهيزها، بل أعطيت حتى الأوامر لقادة المحاور للاستعداد لفقط انتظار إشارة البدء من القائد العام اللي هو فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي للبدء بهذه العملية. فيما يتعلق بالجانب الآخر، هناك أيضا تجهيزات وتحشيدات على الجانب الآخر فيما يتعلق بجهة مدينة سرت وأيضا منطقة الهلال النفطي، خاصة مع وصول إمدادات مصرية إلى مدينة طبرق. هذه الإمدادات ليست الأولى، قد سبقتها في 8 أبريل الماضي وصول سفينة حربية إلى ميناء طبرق تحمل أيضا إمدادات، كذلك وصلتنا مصادر من الحدود الليبية المصرية عن تحشيد يرى بالعين المجردة بالقرب من الحدود الليبية، خاصة وأن المنفذين منفذ مساعد الليبي والسلوم المصري متلاصقين، فيمكن لأي شخص من داخل الحدود الليبية مشاهدة ما يجري داخل الحدود المصرية. وهذا طبعا تحشيد يأتي بعد أن استدعى مجلس النواب في طبرق الجيش المصري للتدخل، ما أسماه طبعا تضافر الجهود بين مجلس النواب ومصر لصد العدوان التركي على حد قوله. طبعا هذا الاستدعاء رفضه مجلس النواب في طرابلس، وقال بأنه انقلاب على الشرعية، بل ويعد جريمة ويرتقي إلى خيانة عظمى، وربما سنرى الكثير من التطورات في هذا الموضوع خلال الأيام القادمة. والبعض فسر أيضا على أنه يعني مناشدة لمصر في ظل عدم قدرة معسكر حفتر على الصمود في حال انزلاع معركة سرت، فما هي التوقعات حول حسم المعركة في حال انزلاعها؟
الحقيقة هناك من يرى بأن هذه الانسحابات ربما تشير إلى موضوع أكبر، وهي يعني إخلاء المنطقة من السلاح، وهي منطقة سرت والجفرة بحيث تكون منطقة آمنة. هذا بعد دعوات من المجتمع الدولي، خاصة إيطاليا وفرنسا وأيضا دول الجوار، بضرورة إخلاء هذه المنطقة من السلاح حتى يتم البدء فورا بالمفاوضات والعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد. ربما سنشهد إذا مصداقية هذا الرأي إذا كان صحيح خلال الأيام القادمة، لكن على كل حال الطرفان يحشدان المزيد من الأسلحة والتجهيزات. ربما هناك من يقول بأن ربما خلال هذا الأسبوع، أي قبل حتى عيد الأضحى المبارك، ربما سنشهد معارك قد تكون عنيفة يعني. شكرا لمشاركتك معنا مراسل التلفزيون العربي من طرابلس عبد الناصر خالد.